السلام عليكم متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. إذن الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مرحبا بكم جميعا في القناة. إذن اليوم موضوعنا نتكلم فيه عن وقت بداية موسم الفيض، ويعني بالفيض وتدفق الرحيق في الأزهار. موسم الفيض يختلف من منطقة إلى أخرى، أو حتى في نفس المنطقة وهناك اختلاف في الجهات، يعني جهة بدأ فيها الفيض وجهة مازال، ربما تضاريس تلك المنطقة أو ارتفاع المنطقة يكون بارد، والمنطقة الأخرى يعني في الجهة المقابلة تكون نوعا ما منخفضة، وكذلك درجة حرارة يعني تكون مرتفعة قليلا على المناطق المقابلة. إذن سؤالنا، متى يبدأ الفيض؟ الفيض يبدأ تقريبا عندما ترتفع الحرارة وكذلك تظهر الأزهار الرحيقية، يعني بعض الأحيان تظهر الأزهار ولكن درجة حرارة منخفضة، مما يؤثر على الأزهار وتكون نسبة الرحيق قليلة جدا أو منعدمة. إذن هناك علاقة وطيدة ما بين ظهور الأزهار الرحيقية وكذلك ارتفاع درجات الحرارة، وليكن في علمكم أن هناك أزهار رحيقية وأزهار طلعية وأزهار رحيقية طلعية أو طلعية رحيقية، ويرمز لكل مثلا لحبوب لقاح يرمز لها مثلا بواحد والرحيق برقم 2. تصنف الأزهار يعني على حسب قوة رحيقها أو قوة طلعها. إذن عموما عندما يكون توافق ما بين درجات الحرارة وظهور الأزهار الرحيقية يبدأ الفيض، هذه نقطة أولى. ويعرف مربي النحل، يعرف أن هناك يعني في منطقته مرعى رحيقي من خلال النباتات المزهرة والتي دائما يعني نفسها تزهر، وتقريبا يكون هناك يا إما تأخر أو تقدم بسبب المناخ. النقطة الثانية وهو دخول النحل السارح غير محمل بحبوب اللقاح، أو مثلا تكون نسبة حبوب اللقاح قليلة مقارنة بالنحل السارح الذي يدخل للخلية. وفي بعض الأحيان خلال الصبيحة في موسم الفيض النحل يدخل حبوب اللقاح، ثم مع ارتفاع الحرارة مثلا 10 أو 11 صباحا يبدأ بإدخال الرحيق، وهذا راجع لأن هناك أزهار تفرز حبوب لقاح ثم مع ارتفاع الحرارة تعطي رحيق، وهذا النوع من الأزهار طلعي رحيقي. بعض الأحيان كذلك يجلب الماء، ولكن في هذه النقطة الثانية التي ذكرتها إذا كانت الأمطار يعني متأخرة كما يحدث الآن، يعني أمطار رعدية، ممكن نشوف أن النحل يتأخر في جلب الرحيق، أو تكون النسبة الرحيق قليلة جدا مقارنة بحبوب اللقاح. إذن هذه الفرضية تطبق عندما تكون درجات الحرارة أو يكون الطقس معتدل، يعني كل فصل في مكانه. النقطة الثالثة وهي ظهور خنافيس العسل. الخنفساء عندما تشتم رائحة العسل في الخلايا تظهر بقوة وتدخل للصناديق، ويمكن للنحال أن يشاهد الخنفساء فوق إطارات الشمع أو أقراص الشمع. النقطة الرابعة وهي انبعاث رائحة الرحيق من الخلايا التي بعسيلات، يعني لما يفتح النحال أو يقترب من الخلية يشتم رائحة الرحيق.
كذلك من بين النقاط المهمة وهي عند فحص مربي النحل للخلايا التي هي بعاسلات وتجمع العسل، يفحص الإطارات يجد أن النحل بدأ يرش الإطارات بالعسل أو بدأ يجمع العسل في الإطارات أو في العيون السداسية، وهذا ما نراه مثلا في هذه الخلية التي طبقت عليها طريقة ديماري. بعد خروج النحل من الحضنة مباشرة بدأت في جمع العسل، هذا ما يعطينا دلالة أن المنطقة بدأ فيها الفيض. فعلى سبيل المثال عند رفع إطار من العاسلة سيلاحظ النحال أن هناك رحيق في العيون السداسية كما تلاحظون هنا، هذه العيون التي تبرق بعد خروج الحضنة وهي رحيق، أو النحل بدأ يجمع الرحيق. إذن هذه كذلك نقطة خامسة مهمة جدا، ولكن ليكن في علم النحال أنه إذا كانت درجات حرارة منخفضة الأزهار لا تفرز الرحيق، وحتى إذا كانت الأشجار مثلا أشجار السدر مزهرة ودرجات حرارة منخفضة النحل لا يجمع أزهار السدر أو لا يجمع رحيق الحرمل أو لا يجمع مثلا رحيق الشوكيات في حالة انخفاض درجات الحرارة. هذا طبعا سواء مع نهاية الربيع أو كذلك حتى في بداية الصيف. وبالتقريب فقط نستطيع القول أن الأزهار تفرز الرحيق بداية من درجة حرارة 24 فما فوق، وكلما زادت درجات الحرارة كلما زادت كميات الرحيق. لذلك من الطبيعي جدا أن نجد في العاسلات أو الطابق الأول أو الثاني أو الثالث نسبة قليلة من الرحيق وميول النحل إلى الحضنة أكثر من العسل، لكن سرعان ما تنقلب الأمور مع ارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وبداية انطفاء بعض الأزهار وظهور الأزهار الرحيقية بكثرة كالسدر والحرمل وكذلك الشوكيات. على سبيل المثال الشوكيات، شوك المرار هذا هو طلعي ورحيقي في بداية الإزهرار يعطينا حبوب لقاح، ثم مع ارتفاع الحرارة يعني مدة 15 يوم تقريبا أو 20 يوم يبدأ في إعطاء الرحيق. كلما ارتفعت الحرارة كلما كانت كميات العسل أو الرحيق كبيرة. هذا فيما يخص شرح لفترة بداية الفيض. شكرا لكم وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.